السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في هذا الأسبوع في عنوان جديد، عنوان قد يكون مثير شوية لكن هو حقيقي: الجندي المدني والجندية المجتمعية. يعني إيه جندي مدني؟ يعني كل مواطن في المجتمع هو جندي حقيقي يدافع عن الوطن. الجندية المجتمعية يبقى الجندية دي سلوك من سلوكيات وأخلاقيات أبناء المجتمع. الشرح اللي بعد كده. إيه بعض التعريفات للجندية بالذات؟ الجندية ليها تعريفات كثيرة، احنا بنتكلم في الموضوع ده النهاردة علشان ما يكونش العبء الكبير ملقى على الجنود العسكر أو جنود الشرطة. الجندية في الأصل هي نظام نلتزم به، مش زجزاج، مش تحويرات، مش تقلبات، هو نظام خطوط مستقيمة ومتابعات لهذه الخطوط. هي عمل، تعريف آخر، هي عمل الجند. وانا اتكلمت عن هنا الجندي المدني اللي هو كل مواطن في المجتمع. كل مواطن في المجتمع وجندي في المجتمع يدافع عن المجتمع. وعمل الجند والنظام ونظام الجند. دكتور باسم الطويسي قال ان هو ايمان، وده كلنا لابد من به، هو ايمان بالوطن مهما اختلفنا. مهما اختلفنا في وجهات النظر اللي بنتكلم عنها، فهو إيمان بالوطن من إيه؟ من أجل الوطن. فلا قيمة للتضحية إذا لم تكن هناك تكن كاملة غير منتقصة أو مشفوعة بالآخرين. يعني الجندية هنا إيمان بالوطن. ولو اختلفنا في تطبيق هذا الإيمان فلا نتعارك مع بعضنا البعض. وهو أيضا قال إنها طمأنينة. طمأنينة لأن الجندية مشاعر نبيلة متدفقة عالية في حب الوطن. يعني هي الطمأنينة التي يحميها هذا التدفق الهائل من المشاعر النبيلة والانصهار في بوتقة واحدة من أجل الإنسان ومن أجل الوطن. يبقى الجندية هنا نظام، وهي إيمان، وهي قيمة للتضحية، وهي طمأنينة. والجندية في بعض التعريفات الأخرى هي تضامن. كل نفس تتضامن مع بعضها البعض من أجل أن ترفع لواء الوطن عاليا داخل الوطن وخارج الوطن. يتضامن النفوس الطامحة في اندفاعها نحو هدف سامي. هدف سامي ليس هدف خاص، ليس هدف حزبي، ليس هدف جمعوي. هدف سامي من أجل الإنسانية أو من أجل الوطن أو من أجل المجتمع. وهي الذود عن الوطن، الدفاع، مش الوطن فقط، عن الوطن وشعبه وتراثه وكيانه ومقومات وجوده. يبقى هي تضامن وهي ذود عن كل الوطن بكل مكونات الوطن. والجندية أيضا رسالة، رسالة سامية، وهي جزء من الرسالات السماوية التي تجعل صاحبها مستعد دائما لبذل أقصى درجات التضحية. والجندية رجولة زي ما احنا كاتبين هنا، وشجاعة ونزاهة وروح. يبقى تضامن وذود ورسالة ورجولة وتضحية وشجاعة ونزاهة وروح. ليه؟ روح الفريق المجتمعي او الفريق الجماعي او الفرق الجماعية اللي بتحاول تدافع عن الوطن. دول بعض ابناء الوطن اللي هم نعتبر انهم جنود الوطن. طبعا احنا بنحط هنا هو رجل الشرطة ورجل الجيش، دي وظيفتهم الأساسية في الوطن. رجل الشرطة بيمنع الجريمة، ورجل الجيش بيمنع الاعتداء عن الوطن من الخارج. رجل الشرطة هو في وظيفته الوصف الوظيفي لوظيفته ان هو بيمنع الجريمة داخل المكونات الوطنية المجتمعية، ورجل الجيش بيدافع عن الوطن ككل. لكن كل مواطن في الوطن
بكل ما أوتي من حرفية ومهنية هو جندي مدني. جندي مدني، فهم هم لا هم الجنود المدنيين اللي بيعملوا الجندية المجتمعية. الفنان، أنا ليه بقول عليه جندي؟ لأن من قيمة الفن يستطيع أن يبث القيم الأخلاقية القويمة التي تساعد على التلاحم والبناء الوطني القويم لكي يتماسك النسيج المجتمعي داخل الوطن. كذلك الأديب في كتاباته وفي قصصياته كلها يحاول أن يدافع عن الوطن من خلال تقوية هذا النسيج المجتمعي، ها، لأنه يعتبر نفسه جندي. القلم هنا جندي، الفن جندي، وسواء كان الفن في التمثيل أو في الإخراج أو في التصوير أو في الرسم إلى آخره. فلا بد أن نستغل أو نستفيد بالأدباء والفنانين في بناء اللحمة الوطنية الداخلية، فهم جنود فنانين وهم جنود أدباء، والإعلام كذلك. احنا لا نتكلم عن الإعلام الكاذب أو الإعلامي المرتشي، لا، نتكلم عن الإعلامي الذي يرفض أن ينشر الكذب، وكل ما ينشره أو كل ما تنشره، ها، في الفضائيات وفي الدوائر العلمية كلها تكون صادقة حتى ولو كلفه هذا وظيفته واللي هو المكسب الذي سيحصل عليه. الأديب والفنان والإعلامي جنود للوطن يساعدون في تلاحم النسيج المجتمعي ونشر الفضيلة ومحاربة الرذائل. رجل المجتمع المدني ليه حطيته هنا من الأساس؟ لأن هو الذي يكتشف المشاكل المجتمعية في أماكن قد لا تستطيع أن تصل إليها الدولة الحكومية، فيبدأ قبل أن تتحول هذه الشرارة إلى نار وإلى دخان وإلى تفاقم في المشكلة المجتمعية، فهو يكتشفها ويتعاون مع كل أبناء المجتمع، سواء كان الشرطة أو رجال الجيش أو الحكومة أو إلى القطاع الخاص أو إلى آخره، يتعامل معهم في وجود حل لهذه المشكلة المجتمعية. لأن رجل المجتمع المدني من خلال الجمعيات الأهلية والجمعيات المجتمع المؤسسي المجتمع المدني هو الذي يرى هذه المشكلة وهي صغيرة. الرياضي بيكسب من أجل إيه؟ ها؟ من أجل الوطن، من أجل الوطن اللي هو بيتعامل معاه. وده دايما بنشوفه اللي هم في الأولمبياد أو في المسابقات العالمية، إذا مثلا في العالم كله كأس العالم للكورة أو الأولمبياد إلى آخره، هتلاقي كل واحد يسعد منتهى السعادة بأنه يلعب في الفريق الوطني، ها، لكي يدافع كجندي رياضي عن هذا الوطن من خلال المنظومة الرياضية، سواء كان في الكورة أو في القدم أو السلة أو السباحة أو العدو أو إلى آخره. فكل هؤلاء هم الجنود المدنيين لهم تكلموا أنه بد يكملوا منظومة الدفاع عن الوطن من داخلها مع الشرطي ومن خارجها مع رجال الجيش. الطالب وظيفته الأساسية أنه يتحصل على أعلى درجات العلم ويبدع في هذا التحصيل، ثم يصبح من بعد ذلك عالم من العلماء. دي وظيفة مهمة جدا جدا جدا، هي وظيفة طالب العلم أو جندي العلم اللي احنا بنتكلم عنه. الممرض اللي بيساعد الطبيب، يعني هي مهنة عظيمة، مهنة ملائكية، لأنها الممرضة أو ممرض بيستطيعوا أن يكملوا دور الطبيب. دور الطبيب بيحارب المرض، بيحارب الوباء كجندي، يحارب المرض، يحارب الوباء، يحارب كل هذه الأشياء اللي بتدمر هي المواطن في داخل المجتمع. كل هؤلاء بنتكلم عنهم هم جنود يكملوا الدور الكبير الذي يقوم به الجنود المتخصصين في الأمور الأخرى. المنظف، أول مشروع احنا عملناه في العراق في 2003 بعد دخول القوات الأمريكية هناك وسقوط كافة الوزارات، هو مشروع القمامة. لم القمامة من الشوارع. ليه؟ لأن القمامة أصبحت هي المصدر الأول لحدوث وباء صحي. كان أول مشروع
عملناه في الشوارع، كنا بنلم الخمامه من الشوارع، ها كان هو في بغداد في 2003. فالمنظف جندي، جندي مدني وظيفته المهمه ان يمنع الحدوث هذه الاوبئه بلم القمامه واعاده تدويرها الى اخره الى اخره. العامل، العامل الحرفي، العامل ده مهم جدا 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 مهم، فهو اول خطوه من خطوات الصناعه، واول خطوه من خطوات الانتاج، واول خطوه من خطوات السياحه، واول خطوه من خطوات الاقتصاد. فلا نحقرن من العامل شيء، لانه هو الخطوه الاولى، فهو هذا العامل هو جندي في حرفته، جندي مدني في حرفته، يستطيع ان يقوي الاقتصاد، يقوي السياحه، يقوي الصناعه اللي موجوده في المجتمع. التاجر اذا كان تاجر امين او غير امين فهو جندي ايضا، يعني اخلاقيات الاديان انتشرت عن طريق التجار. كثير جدا من الاديان انتشرت في شرق القاره وفي غربها عن طريق التاجر الامين، التاجر التقي، التاجر الورع، التاجر الذي يستطيع ان لا يكذب، يستطيع ان لا يغش، يستطيع ان لا يدلس على الناس في كل ما يبيع ويتكلم فيه في تجارته. يبقى احنا عندنا هنا الفنان جندي مدني، الاديب جندي مدني، الاعلامي جندي مدني، رجل المجتمع المدني جندي مدني، الرياضي جندي مدني، الطالب جندي مدني، الممرض جندي مدني، المنظف جندي مدني، العامل جندي مدني، التاجر جندي مدني. ليه؟ احنا بد ان كلنا نعمل داخل الوطن ونبني الوطن من خلال روح الجنديه اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي فيها الالتزام، فيها النظام، فيها الشجاعه، فيها الجرأه، فيها المروءه، فيها الاخلاقيات، فيها التضحيه، فيها البذل، فيها الذود عن الوطن، ليس عن حزب معين او عن شخصيه معينه. المزارع هو اول مرحله من مراحل الانتاج، ها سواء كان المزارع ده عامل او صاحب ارض، ها يربي ابقار ويربي اغنام ويربي طيور او بيزرع المزروعات دي كلها، فهو بيدافع عن الارض اللي هو موجود فيها. لكن في زمان اغنيه بتفرح الفلاحين زمان في مصر، لما وزعوا الفدادين على الفلاحين، اللي فدادين خمس فدادين، يعني كان ده يعتبر شيء جميل جدا بالنسبه للفلاح، ان هو يكون عنده ارض يزرعها وينتج منها الحبوب والبذور الى اخره. فالمزارع مهم جدا، لان هو اول مرحله من مراحل انتاج الطعام في البلد، واول مرحله من مراحل الاستقلال الاقتصادي للبلد، والبلد التي لا تستطيع، او الوطن او الدوله لا تستطيع ان تنتج خبزها، لا تستطيع ان تصدر قرارها، كما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. دي قاعده اقتصاديه، قاعده اقتصاديه، انك لو مش هتقدر تنتج طعامك وتنتج لباسك، لن تستطيع ان يكون لك قرار سياسي تستطيع ان تدافع به عنه. فالمزارع هو من اول الجنود المهمين جدا 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 في بناء الدفاع عن الوطن وجسم الوطن من الداخل. العالم اللي هو الساينتست هو بيكتشف العلوم دي لماذا؟ من اجل الوطن، من اجل اكتشاف ادويه لمحاربه الامراض، او اكتشاف وسائل جديدة للإنتاج، أو اكتشاف طرق جديدة للتعليم، أو وضع نظريات جديدة لحل مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل أخلاقية إلى آخره. فهذا العالم اللي هو متنوع بعلمه، ها، والذي وصل من المعرفة العلمية أو العلوم المعرفية، أن يستطيع أن يوجد الحلول للمشاكل المتجذرة أو المتفاقمة أو الجديدة على الوطن، فهو جندي من جنود العلم، مع يكمل دور الطالب، لان الطالب اصبح عالم فيما بعد، الطالب اصبح عالم، كلها على جنود. يبقى دور العالم مهم جدا 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 في الوطن. احنا نذكر بعض العلماء الكبار اللي هم نعرفهم، يعني اللي كانوا لهم باع كبير جدا على مستوى العالم، زي رحمه الله عليه الدكتور احمد زويل، وزي رحمه الله عليه الدكتور علي مصطفى باشا مشرفه، وزي دلوقتي اسامه الباز، اسامه فاروق، فاروق دكتور فاروق الباز،
وغيرهم كثير جدا في الدول العربية وغير الدول العربية من علماء أصبحوا بعلمهم أو بعلومهم يستطيعون أنهم يغيروا في تاريخ المجتمعات وفي مسار الإنسانية كلها. العلم مهم جدا، والعلماء هنا يستغفر لهم موارث الأنبياء وتستغفر لهم الملائكة وحتى الحيتان وحتى اللي هو النمل في حجورها إلى آخره. السياسي ألا السياسي جندي أيضا، بس مش جندي بقى حزب بقى بيتلون كل يوم عشان ياخد بدل، ها بدل ما يحضر في البرلمان أو بدل ما يحضر. لا، هو هنا يقوم بمهمة سياسية حرفية مهنية من أجل ماذا؟ من أجل الحي الذي يعمل فيه، من أجل قضية الوطن الذي يدافع عنها في الداخل والخارج، من أجل محاربة الفساد، من أجل محاربة الفساد داخل الوطن وداخل المجتمع وداخل الشركات، ليس من أجل الارتشاء. والأسف في بعض السياسيين حاليا يعيشون ويعيثون في الأرض فسادا ويرتشون من كل حدب وصوب. فطبعا السياسي هنا وظيفته هو ألا يكون حزبيا وإن كان منتميا لحزب. مجرد ما دخل القبة البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يخلع عباءة حزبه وأن يلبس عباءة المجتمع الذي يدافع عنه، لأن أصبح هو وحزبه جزء أو نقطة في النسيج الوطني لبناء المجتمع. فهو جندي سياسي يفهم في السياسة. كذلك المهندس جندي آخر. المشاريع العملاقة التي تعمل سواء كانت في البناء أو كانت في الصناعة أو كانت في المهندسين في تخصصات مختلفة في حد والصلب إلى آخره إلى آخره، لابد أن يعني نستفيد من هذه الخبرات، ها؟ لأن هو دوره كبير جدا في التكامل مع الأدوار الأخرى لكل هؤلاء الجنود المدنيين الذين يبنون الأنسجة داخل كل مكون من مكونات المجتمع. الطبيب طبعا بيحارب ايه؟ طيب بيحارب المرض، بيحارب المرض وبيمنع المرض، فهو جندي. بيحاربه اما بالعلاج النفسي او بالعلاج العضوي او بالعلاج الجراحي او بالعلاج الوقائي. فهو يمنع كرجل الجيش، يمنع دخول الايه الاعداء للوطن، ها، فبيمنعهم. فهو بيمنع دخول المرض لجسم الانسان او الحيوان او الطير، ها، بالوقايه اللي بيعملها. او اذا دخل هذا المجرم بيكون كالشرطي الذي يحاول ان يعطي الجرعات يقتل هذه الجراثيم داخل جسم الانسان، وكذلك كالشرطي الذي يحاول ان يقاتل هؤلاء المجرمين الذين يفسدون المجتمع بجرائمهم. يبقى الطبيب جندي مدني، المهندس جندي مدني، السياسي جندي مدني، العالم جندي مدني، المزارع جندي مدني، التاجر الى اخره. القاضي، قاضي اساسه هو ايه؟ زي ما كان اعتقد مصطفى النحاس قال العدل اساس الحكم، او قيلت هذه المقوله في الماضي منذ اكثر من قرن. العدل هو ايه؟ ورمانة العدل في المجتمع هو القاضي. فرمانة العدل، رمانة ميزان العدل في المجتمع القاضي. فهو يقضي بالعدل وبالحق وبالقسطاس الايه؟ المستقيم. فهو جندي يطبق معايير العدالة ومعايير اعطاء الحقوق ورد الايه؟ الحقوق الى اهلها. القاضي طبعا جندي في القانون وجندي في إصدار القوانين التي تقضي بالعدل. المواطن بقى هنا، كل هؤلاء هم المواطن، هم المواطن، هو أنا وأنت وأنت وهي وكلنا، كلنا جنود من أجل بناء الوطن في وظائفنا، في أعمالنا، في أدائنا، في حياتنا، في أفكارنا إلى آخره. لأننا لابد أن نبني الوطن، ها؟ وإن لم نستطيع بناء الوطن فلن يكون لنا وطن نعيش فيه. المواطن كل هؤلاء مواطنين متخصصين في تخصصات مختلفة،
كما قلنا، لكن كلهم لابد أن يلتزموا بخصائص شخصية الجندي التي تعرفنا عليها من قبل. رجل الدين بيحارب ايه؟ بيحارب الضلالة، وبيهدي الناس الى تعاليم السماء، تعاليم المسيح عليه السلام، تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعاليم موسى عليه السلام، تعاليم كل تعاليم الانبياء دي كلها. فبينور هؤلاء الناس ويهديهم لما انزله الله سبحانه وتعالى على الانبياء من قبل. وهو وظيفته الاساسيه، وظيفته الاساسيه هو محاربه الضلاله واخراج الناس من الظلمات الى النور، وان يكون محايدا كما كان كل هؤلاء. فهو جندي مدني في تخصص المعلم، ودي اهم وظيفه عندنا، واللي كتير جدا من الدول اللي احنا بنتكلم عنها المتخلفه تهمل التعليم وتهمل بالتالي الرجل المعلم. فتلاقي المرتب بتاع المعلم، معلم الابتدائي او الثانوي او الاعدادي، زهيد جدا 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 جدا، تجعته بين الطلبه اضحوكه. فلذلك المعلم هنا هو اهم واحد من اهم الجنود المدنيين الذي يصنع الوطن، والذي يصنع تاريخ الامه، والذي يبني هذه الشخصيات، والذي يبني شخصيه المواطن نفسه. فالمعلم في شخصيته، في رونقه، في قمن المعلم، وفيه التبجيله، كاد المعلم ان يكون، الكلام ده كان بيتقال زمان، كاد المعلم ان يكون رسول. دلوقتي بنضرب المعلم بنرمي عليه الجزمه ونشد القميص بتاعه ونعمل له زي ما كنا بنعمل في مسرحيه مسلسل المشاغبين الى اخره الى اخره وهكذا، وده كله بيؤدي الى فساد السلوك طلبه الاجتماعي، فبيخرجنا طلبه غير محترمين. ليه؟ لان الدوله اصبحت لا تحترم المعلم، واصبحت ايضا الدوله لا تنفق نفقات عاليه على التعليم قدر ما تنفق نفقات عاليه على السلاح وعلى الامن الى اخره. واهم شيء في دور المعلم اللي هو الامن الاولي الذي يعلم الاطفال الاخلاق هو ورجل الدين. يعني المعلم ورجل الدين لهم الدور الاساسي في بناء السلوك الفردي للمواطن منذ نعومه اظافره، بالاضافه الى تعليمه التعاليم العلميه او اللي هو هدي الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام. الاب هو راعي الاسره، وانا ليه حطيت الاب والام على قمه الهرم؟ لان الاسره هي قمه البناء الهرمي لاي مجتمع في العالم. والدوله او الحكومات التي تحارب الاسر هي حكومات فاشله مضلله. الاسره هي قمه الهرم الاجتماعي اللي بتتكون من الاب والام. الاب والام هما قمه الهرم الاجتماعي، هو المحضن الاساسي لكل هؤلاء، رجل الجيش، الفنان، الاديب، والرياضي، والممرض، رجل البوليس، الشرطي، ورجل الدين، كل هؤلاء بيخرجوا من تحت عباءة من؟ الأب والأم. تحت عباءة من؟ الأب والأم. لذلك على قمة الهرم ده كله نجد أن الأم التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووصى عليها 3 مرات، والأب الذي وصى على يعني أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم إيه؟ ثم أبيك. فالوصية بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم بالأم ثم بالأب، وكل هؤلاء راعين. لما نتكلم عن كل هؤلاء الجنود المدنيين داخل المجتمع لكي يتكامل دورهم في تخصصاتهم المختلفة مع الشرطي ومع رجل الدين، كائد رجل الجيش، لكي يخف العبء على كاهل هؤلاء. ونرجع مرة أخرى، نراجع قبل أن ننتهي للشريحة الأولانية خالص اللي هو أخلاقيات، نرجع بقى للتعريفات اللي اتكلمنا عنها عشان نلخص اللي اتقال كله. التعريفات كمان الجزئية الجندية، الجندية نظام، والجندية هي عمل، ها، والجندية هي إيمان. إيمان بإيه؟ كل هذا بالوطن، لا بالفرد ولا بجمعية معينة ولا برئيس معين ولا بأمير معين ولا بملك معين، لا، الإيمان بالوطن. و أن نعذر بعضنا البعض في الخلافات، هي أيضا طمأنينة، إن إحنا هو إيمان وهو طمأنينة وهو نظام، ها، كل هذه الأشياء هي جزء من تعريف الجندية. بعد الجندية المجتمعية والجندية اللي هي العسكرية
او الامنيه، هي تضامن جنديه، تضامن تضامن، وهي ذود عن ايه؟ تضامن من اجل هدف سامي، ذود عن الوطن وعن الشعب وعن التراث وعن الكيان وعن مقومات وجود الوطن، وهي رساله تجعل صاحبها مستعد لبلوغ اقصى درجات التضحيه والرجوله. يبقى في تضحيه وفي رجوله وفي شجاعه وفي نزاهه وفي روح. هذه هي الجنديه المدنيه التي لا تختلف كثيرا جدا عن الجنديه العسكريه او الجنديه البوليسيه اللي بنتكلم عنها. ليه؟ لاننا كلنا مجتمعين مشتركين في الدفاع عن وطن، سواء سمينا انفسنا جنود عسكريين او سمينا انفسنا جنود شرطه او سمينا انفسنا جنود مدنيين. فكل منا جندي مدني يدافع عن الوطن داخل تخصصه وداخل مدى ايمانه بوطنه وبتراثه وبقيمه وباخلاقيات هذا الوطن وبتاريخ هذا الوطن وبمستقبل هذا الوطن. ان شاء الله غدا الساعه 3 ظهرا بتوقيت مكه هيكون معنا نفس الكلمه باللغه الانجليزيه. Tomorrow ان شاء الله 3 o'clock لندن تايم، 6 o'clock 6 o'clock مكه تايم، ولا مكه تايم 6 o'clock مكه تايم the same in English. But next week we'll have another series which will be about what or why or how. What or how or why. لا كيف why what كيف يعني how. اللي هو كيف، مجموعة كيف هنبتدي نتكلم فيها من الأسبوع القادم. And next week إن شاء الله we'll have the series of how. Few points, few lectures about how, the word how and what we do with the how. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.